أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين
وما وهو خير الرازقين. ويوم يحشر
Saudara, bacaan oleh peserta pertama iaitu Puan Sabahah Patus Salik mewakili negara Filipina. وهكذا أيها السادة الأعزاء لقد استمعنا قبل قليل إلى التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم تلتها علينا